هي بكل شارلاتان بعالم هذا الفلك يعني بيطلع بيقول لك انا بعرف وبقرا وبشوف بالجمع بالسما وبعمل. انا هون ما بامن فيهم، انا بامن بالعلم. هلو واضح، انا ماجي فرح اعلاميه لبنانيه وانشهرت بالعالم العربي اكثر كباحثه بعلم الفلك. هو علم وفن، هو علم مقارنة يعرفوه دارسو الفلك، يعني علماء الفلك من زمان وقت اكتشفوا الفلك وعلاقة الإنسان بالكون. الفلك هو احتمالات، ما في حتميات، ما في شيء في حتميات. تعرفت على الفلك بطريقة يعني صدفة وتعلمته وحبيت أنه زيده على البرامج الإعلامية اللي كنت عم بعملها. وقت بقول أنه بدك تنتبه هون من هالنهار في يوم معاكس، لأنه كل شهر في أربعة أيام معاكسة وفي أربعة أيام بيكونوا كتير منيح وفي أيام تفاوت. بدي أعطيك شيء عن الليدي ديانا يلي هي كانت من برج السرطان. بفتح الكتاب لما توفيت حتى انه مولود السرطان، اذا كان برات بلاده عليه خطر بهاليوم عطيت اليوم، بعدين سنة العشرين قلت انه هي اسوأ سنة، كنت بدي احط سنة كارثية، قلت لا مش لازم احط له الاول السنة كارثية لحتى مصيرية تطبع العصر، هذا كان العنوان بالكتاب، وقلنا انه هالسنة ما بيصير نطلع، هي اسوأ سنة وقتها الكورونا وشفنا كيف تسكر العالم شو صار بلبنان. أوقات في قصص شخصية بتصير مع ناس وهني بخبروني، في كتير ناس بيقولوا لي مش معقول كأنك قاعدة معنا، هالشي كتير بيفرحني. ألفت أكثر من 30 كتاب بالأبراج، عم بحجزوا النسخة والناس بيسألوني قبل طبعاً أنا عم بحضر الكتاب شو كيف هالبرج مين هالبرج. مش بس أنا، ديك مرة زوجي قال لي وصلت على البنك قال لي كيف الجدي شو بدي قلني؟ قال لي مش قلني شو عرفني أنا كيف بقى؟ بخبرك خبرية، فاتوا لعندي شخص شاب بنت، كنت أنا عاملة إنه السرطان عذراء ما بيتفق مع الجوزة. فتدخل هو إياها مسك لإيدها قال لي أنا خطيبتي هي جوزاء وأنا عذراء وكثير متفقين بدنا نتزوج. قلت له إن في أوقات بتصير بس النسبة قليلة بين جوزاء وعذراء. ما في بعد كم سنة التقيت فيه. فيها بالعكس. قلت لي تذكريني، قلت لها قلت لي شنو اللي عندي وكذا، قلت لها تزوجت وقالت لي نعم وطلقني. انا ما كنت بدي اياهم يطلقوا، بس قالت لي مضبوط ابدا الكاركتر ما كان ماشي مع بعض، بس مش يعني الكل هيك. 2022 هي السنه فيها ثورات، فيها حروب بمحلات بالعالم، بلش هلا تبين يعني انا كتبتها قبل. أنا خايفة على مثلاً أوكرانيا كذا إلى آخره، وكنا قلنا عنه وكم بلد يعني ممكن أن تشتعل فيها ثورات، بس كمان هي سنة بتحيي الأمل. و23 فيها أكثر أحسن من 22، يعني يمكن اليوم بلشنا نبصر النور من بعد النفق الكبير اللي مرقنا فيه. منطقة عنا نحن منطقة غنية جدا وعنا طاقات مش طبيعية، لا لازم نستخف بحالنا أبدا، بس لازم نوصل إلى قناعة إن الإنسان أهم من كل شيء. كلنا منضافر من أجل العطاء والتقدم والتطور، ما نضلنا بمحلنا أو ننظر تنقلد غيرنا بس.